تأمل معي، جبريل عليه السلام أمين الوحي، وهو الذي ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا نزل كل ليلة من ليالي رمضان لملاقاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولمدارسة القرآن، فبأمر الله ينزل، وبأمر الله يلقاه، وبأمر الله يدارسه القرآن ويعارضه. فالقضية إذن كلها أمر إلهي وتكليف رباني، فهذا الأمر يقودنا إلى تلمس وتأمل ما فيه من الحكم والمعاني. جبريل عليه السلام يعرض القرآن، يعني يقرأه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يسمع، هذا معنى فيدارسه القرآن. إن المدارسة على وزن المفاعلة تدل على المشاركة من طرفين، فكل منهما كان يدرس القرآن على صاحبه، والمدارسة التي جاءت هنا في اللفظ تدل على استعمال الدرس من الطرفين، وسمي الدرس درسا لكثرة معاودته واستعماله وتكراره، كما يفعل المدرس والمعلم مع طلابه، يشرح المسألة ويعيدها ويكررها حتى يتم الفهم عنه، ويفعل الطالب كذلك والتلميذ في ضبط ما تعلم ودرس وحفظ وكتب، يكرر ذلك كله حتى يثبت عنده وحتى يرسخ له فهمه. فالمدارسة إذن تدل على تفاعل من طرفين، وعلى استمرار وكثرة وتكرار ومعاودة لا تقف عند حد. الآن إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، وجبريل عليه السلام يعرضه عليه، ويتدارسان القرآن، أي عظمة في هذا اللقاء؟ يلتقي العظيمان على كتاب الله العظيم. ما الذي أوجدناه في حياتنا؟ وما الذي استطاع أحدنا إلى اليوم أن يفعله في رمضان مع القرآن ليبلغ به هذه المنزلة من العظمة، ليعيش هو عظيما في حياته، عظيما في يومه وليلته، عظيما في شهره هذا رمضان؟ القرآن يا كرام هو مصدر العظمة لنا أمة الإسلام، مصدر الرفعة وعظمة الشأن لنا أمة القرآن، حبان الله تعالى بهذا الكتاب العظيم، وبقدر أخذنا منه نأخذ من ذلك الشأن عظمة وسؤددا وعزا ورفعة في الدنيا والآخرة، وبقدر ما نبتعد عنه أو نزهد فيه عياذا بالله أو ينقص حظ أحدنا منه، يخسر والله من ذلك المجد والعظمة والسؤدد والخير والبركة التي أودع الله عز وجل في كتابه الكريم.